تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج مستمعين مثل ما عودناكم نفتح أبواب التواصل ونفتح النوافذ لاستقبال آرائكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير خدمات هيئة الصحة بدبي سواء في مستشفياتها في مراكزها الصحية أو التخصصية، وأيضا ما من شأنه أن يطور القطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. عموما أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي التنسيق معنا أشواق مسعد ومن الإعداد فيصل بن فارس وأيضا عندنا في الإخراج ناصر محمد سليم وعيسى سبيل. طيب قبل أن أخذكم في فقرة الأخبار خلونا بس نستعرض معاكم هذه الإعلانات السريعة. أول شيء مثل ما أنتم متعودين وبأذيكم لنهاية السنة، آخر موعد للتأمين الصحي 31/12/2016، هذا الموعد اللي مددوه من غير مخالفات. 1/1 تبتدي المخالفات، اللي عنده العمالة المنزلية ما أمنها الله يخليكم يتوجه للتأمين، لأن هذه مسألة لصالحكم وأفضل أنكم أنتم تأمنون من الحين. ما تعرف يعني لنهاية الشهر يمكن يا جماعة الخير ممكن شيء يستوي في الخادمة ولا في الخادم أو في السايق وأنت مو مأمننا، بدل ما تدفع 550 درهم تروح تدفع لك 15-16-20-50 ما أدري كم، يعني فرق صح؟ فجزاكم الله خير، أمنوا بارك الله فيكم ونحاول نلتزم بهذا القانون لأنه لمصلحتكم. صحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18/11/2016، وأيضا ماراثون الإمارات للأطفال ينطلق في نفس اليوم 18/11/2016 حديقة الممزر الساعة 2. الماراثون بيكون من 2 لين 9 وهي من أحد مبادرات حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، وأيضا هيئة الصحة هي أحد الشركاء في هذا المجال. المؤتمر الثاني للتغذية ينطلق يوم 17/11/2016 ولمدة 3 أيام. وعلى طار التغذية عندنا تغريدة غذائية بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي تقول اختر العصائر التي تتكون من 100% طبيعية بدلا من شراب الفاكهة أو المشروبات الغازية أو المشروبات التي تحتوي على السكريات الكثيرة. جزاكم الله خير، يعني بس أحيانا واحد اللي حصله قدامه يشربه، لكن عموما الواحد ينتبه يبتعد عن الغازات. والله صار لي آخر مرة أتذكر شربت فيها بيبسي ولا شيء يمكن 99 أو 2000 هناك وقفت، لكن للأمانة ساعات يعني تي يغمة في السنة مرة يغمة كذا عن خاطر، لكن الواحد يبتعد أفضل. طيب ناخذكم إلى الدراسات اللي موجودة عندنا. أول دراسة تقول منازل المدخنين السابقين خطيرة. بيّنت دراسة أمريكية أنه حتى بعد مرور نصف سنة على مغادرة المدخنين لمنازلهم أو إقلاعهم عن التدخين تبقى نسبة المواد المسرطنة في هذه المنازل مرتفعة.
ويعود سبب ذلك للانبعاثات الكيميائية التي يفرزها دخان السجائر التي تمتصها الجدران والأرضية وغيرها من أسطح المنازل، وتتوغل تلك الانبعاثات إلى داخل كل المواد الموجودة في المنزل، فتبقى رواسب منها في الجدران والأرضية والغبار والأثاث والأقمشة والسجادات، كل شيء حواليك يعني، وتظل هذه الرواسب تطلق مواد خطيرة لمدة طويلة حتى بعد إقلاع سكان المنزل عن التدخين أو انتقالهم لمنزل آخر. طيب دراسة ثانية بتقول النوم الصحي يحمي الأطفال من الإدمان. اكتشف علماء نفس أمريكيون أن الأطفال الذين يعانون من النوم السيء ويعيشون في كنف عائلات مفككة هم عرضة للإدمان على المخدرات أكثر من غيرهم عند بلوغهم سن الرشد. وقال الباحث برانت هاسلر من جامعة بيتسبرغ الأمريكية إن إدمان المخدرات من الصعب جدا مكافحته بعد أن تكون هذه الآفة قد نمت وبلغت ذروتها. وتابع حالما يضمن الأبوان لأطفالهما نوما سليما وطويلا من المستبعد أن يصبحوا مدمنين على المخدرات عند بلوغهم سن الرشد. وتوصل هاسلر وزملائه إلى أن هذا الاستنتاج بعد دراسة أجروها على 300 طفل من عائلات مفككة أسريا بولاية بنسلفانيا، حيث تابعوا حياتهم على مدى 10 سنوات، ودلت التجربة على وجود علاقة وطيدة بين النوم الطويل في سن الطفولة والإدمان على المخدرات في سن 22. وأخذوا بالحسبان أيضا عوامل أخرى مثل الحي الذي سكن فيه الطفل والشاب ومداخيل عائلته وما إلى ذلك، واتضح أنه كلما ازداد نوم الطفل سوءا وقت الطفولة ازداد ميله إلى تعاطي المخدرات في أعوام الدراسة الجامعية. وأشار هاسلر إلى أن هذه العلاقة يجب أن يأخذها الأطباء الأطفال خاصة والمنظمات الاجتماعية والأهل بعين الاعتبار للحيلولة دون انتشار وباء الإدمان على الكحول والمخدرات في الولايات المتحدة. طبعا هذا بعد نحن هني عندنا لازم الواحد بعد ينتبه حق عياله، لأن إذا عودت على النوم المبكر يعني وايد أشياء بتكون عادة وايد إيجابية وبتقي من كثير من الأمراض وأيضا بتمشي معاه على مدى الحياة. فتخيل يعني أنت من أول شيء ترقد من وقت بعد تعالها بترقد عيالك، ارقد أنت من وقت أول. لا صراحة يعني الواحد لازم يحاول، يعني أنا لما أتكلم من وقت يعني ماكسيمم طبعا مستحيل حد يرقد الساعة 9، مستحيل أنا أدري، لكن يعني 11 10 ونص 11 واحد يكون في الفراش. البارحة يعني إيميل في الشغل أول على الواتساب، أول سؤال راقد الساعة كم؟ 11:30 راقد اليوم توني افتح الصبح، المدير العام كذا 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 لنهاية الإيميل، واليوم الصبح أشوفه، فقلنا أخذنا الأكشن المطلوب. عموما في ألمانيا ترى في قوانين جديدة الحين على موضوع أن الواحد يطرشوا له إيميلات عقب الدوام عشان الواحد يحافظون على صحته. لكن بالعكس الواحد يعني حلو أنه يشتغل، يعني إذا يستمتع بالعمل جميل جدا، فالواحد يشوفه بالنظرة إيجابية. طيب في عندي بعد خبر لكن ما أطلع فاصل، أعتقد بعد الفاصل ما نرجع لمواضيع أخرى. لكن هني عندي السلام عليكم، ممكن أعرف وين مكان التأمين الصحي للعمالة وأرقامهم وهواتفهم؟ أقول لك بعد الفاصل. ما حد اتصل من صوبكم يا هذا اللي البث المباشر. اتصلتي في أم اليازية بتطلع معانا على الهواء ولا؟ أوكي بخبريني عنها. زين السلام عليكم أم علي، ممكن الاتصال هذا أبو عمر، بعد حاولت التواصل مع مكتب أبو عمر رد عليهم الله يبارك فيك. عموما فاصل وارجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي.
السؤال اللي كان يقول مستمعينا ممكن نعرف وين مكان التأمين الصحي للعمالة وأرقام هواتف، فأنا بذكر لك أسماء الشركات اللي متعاقدة معاهم الهيئة واللي يقدمون الباقات الأساسية والتي تبدأ الأسعار من 550 درهم للشخص سنويا، اللي هي 9 شركات: أكسا الخليج للتأمين، تكافل الإمارات، دار التكافل، أورينت للتأمين، شركة رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين، مت لايف، والشركة الوطنية للتأمين. طبعا اللي يمكنكم الحصول على التأمين من خلال الموقع الإلكتروني لهذه الشركات أو الاتصال على أرقامهم، تقدرون تطلعون الأرقام لأنه ما في أذكر كل أرقام الشركات هذه، لكن أيضا مراكز المبيعات الخاصة بشركاتهم والبيانات المطلوبة اللي بيحتاجون المستندات هي صورة الجواز، صورة تأشيرة الإقامة للعامل، صورة الهوية، وصورة شخصية واحدة. اللي يبغي مزيد من المعلومات يقدر يزور الموقع منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي إسعاد، وهي www.ishd.ae أو التواصل مع مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي على الرقم 800342. أعتقد معلومات كذا كاملة اللي حاب يتعرف عليها زين. عموما الآن كانت رسالة على المستشفى الوصل، هي مستشفى لطيفة، مستشفى الوصل اسم القديم من أم اليازية، وظني أشواق بعد حولتها على القسم المعني، شكرا لك أشواق. وعلى طاري مستشفى لطيفة، نحن ما ننتقل معاكم مع ضيفي في الاستوديو الدكتور مأمون المرزوقي، استشاري جراحة أطفال ومسالك بولية في مستشفى لطيفة. طبعا دكتور أنت رئيس قسم الجراحة هذه ولا في؟ نعم أنا رئيس قسم الجراحة في مستشفى لطيفة، جراحة الأطفال. أول شيء صباح الورد. صباح النور يا دكتور، نحن وايد سعيدين، من زمان كنا نبغي نشوفك في البرنامج، لكن ما شاء الله ضغط الشغل وضغط العمل، وانت من الدكاترة المميزين في هذا المجال، فصعب ان نسحبك يعني من العمليات. نحن اسعد على استضافتكم لنا في البرنامج، وان شاء الله يعني راح يكون لقاء مثمر إن شاء الله يا رب. عموما مستمعين اللي حاب يتواصل معنا في هذا المجال على الأرقام 600-551-14 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. دكتور بيكون ضيفنا في الحلقة ونتكلم عن الكثير من الأمور، لكن في البداية دكتور خلنا نتعرف على قسم جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة. ما هو هذا القسم؟ ما الخدمات اللي يقدمها هذا القسم؟ يعتبر قسم جراحة الأطفال المسالك البولية قسم حيوي في هيئة الصحة في دبي في مستشفى لطيفة، وصراحة يعتبر قسم قديم، يعني تم تأسيسه في بداية تأسيس مستشفى وصل سابقا، وعلى مدار هاي السنين القسم يقدم خدمات عديدة في قسم جراحة الأطفال والمسالك البولية. هي خدمات جراحة العامة بالنسبة لجراحة الأطفال، بالنسبة إلى إجراء عمليات التشوهات الخلقية في الجهاز الهضمي في المسالك البولية، بالإضافة إلى خدمة الحروق اللي عندنا اللي هي تعتبر خدمة مميزة، وهي صراحة تعتبر خدمة الوحيدة للحروق الأطفال المقدمة في الدولة كلها، دولة الإمارات كلها. مؤخرا طبعا نحن بدينا بخدمة إجراء العمليات الأورام السرطانية، كنا نجري عمليات الأورام السرطانية في الكلية في البطن، بس صار لنا من سنتين تقريبا الحين نسوي حتى الأورام السرطانية في الكبد اللي تعتبر عمليات معقدة جدا، وراح نتكلم في الموضوع لاحقا. والله يليد دكتور أنا أتذكر يعني من فترة نحن طلعنا بخبر عن قصة لأحد الأطفال اللي أنتوا يعني استأصلتوا من كبدة ورم سرطاني، فأنا أبغي أعرف قصة الطفل هذا وقصة الأورام السرطانية في الكبد اللي بديتوا فيها، كيفية الفكرة
شو هي هذا، بس خلنا نستعرض الطفل هذه شو حالته كانت في البداية وشو اللي سويته. اي نعم، هذا الطفل كان عمره 7 أشهر والأهل اكتشفوا، أصلا الأم هي اكتشفت ورم في البطن يوم كانت تسبحه. سبحان الله. وللأسف بعد عند الأطفال يعني عادة يتم اكتشاف الأورام عندهم بالطريقة هاي، الأم تكون يعني ويا الطفل دائما، فهي ما تشوف شوي. نحن بالنسبة لنا أول ما نشوف الطفل عقب ما يجون عندنا على طول نحس أن الورم بارز ويعني واضح جدا، بس للأسف للأهل ما يكون واضح بالطريقة هاي، أوكي، إلا لما الموضوع يوصل لفترات متأخرة وهي تسبحة لاحظت أن في ورم في البطن. طبعا جابتها عندنا المستشفى وتم عقب إجراء الفحوصات اللازمة، فحوصات الدم، فحوصات الأشعة اللي سويناها من الإمراي، الأسيتي سكان، الألترا ساوند، بالإضافة إلى تم تحويل الطفل إلى مستشفى دبي قسم الأمراض السرطانية أساس، وتم اكتشاف أن المرض هو ورم في الكبد. الصغارية هذه اللي عندهم أورام في الكبد في البداية قبل ما يدخلون عندنا العمليات يعطونهم جرعات كيماوية. طبعا هاي تم في مستشفى دبي. نحن عندنا يعني تعاون جدا وثيق ما بيننا وبين مستشفى دبي قسم الأورام السرطانية. هذا التعاون موجود ما بين كل مستشفيات الهيئة للأمان، يعني في أكثر من عملية وفي أكثر من نجاح شفناه. وبالنسبة لحالة الطفل، هذا يعني بتشوف أن التعاون ما كان فقط ما بيننا وبينهم في مستشفى دبي، بالعكس بيننا وبين مستشفى دبي وبيننا وبين مستشفى راشد حتى. صحيح. قسم جراحة الجراحة العام في مستشفى راشد وبالأخص الدكتور فيصل بدري. فكان فريق كامل يشتغل، فريق في هذا كامل يشتغلون. دكتور يعني طفل 7 شهور وفي سرطان، يعني من وين يا؟ شو السالفة؟ هو بالأخص يعني هالمرض السرطان في الكبد، أنت تخيل يعني 100 حالة سنويا في أمريكا. أمريكا لعدد سكانها 350 مليون نسمة، يعني هي مسألة نادرة. بالضبط. أوكي. نحن حاليا أجرينا 5 عمليات وعدنا عملية سادسة خلال أسابيع الجاية في الإمارات. إيه نعم. سرطان كبد. إيه نعم. في مستشفى لطيفة. أوكي. فأنت لو تتخيل يعني مؤشر خطير. شيء خطير. إيه مؤشر خطير يعني في خلل دكتور. شو الأسباب؟ هو للأسف حاليا يعني بخصوص هالورم هذا ما حد يدري شو الموضوع، شو سبب، يعني مش وراثي ولا شيء، لأنه وراثي ولا أنه شيء تاكله ولا أنه لا علاقة بالجينات يعني للأسف. يعني 7 شهور يعني، بس 7 شهور بعد حتى ما يعني المؤثرات البيئية اللي نحن ككبار نتأثر فيها من أكل وشرب وهاي الأشياء، بعد حتى الطفل يعني ما تأثر فيها. طيب شو سويتوا عشان تعالجونا دكتور الحالة هذه؟ هي طبعا هو خذ 3 جرعات كيماوية. يعني 3 مجموعات من الجرعات. هي. الكيماوية خلال تقريبا 6 أسابيع، وبعدين تم إجراء التصوير الطبقي له مرة ثانية وكان الورم شوي سايزه يصغر. عقب تم تحويله عندنا مستشفى لطيفة. طبعا نحن يعني العمليات استأصلنا هذا بعد هاي الورم. وبعدين الطفل كان في العناية المركزة، لأن إجراء العمليات الكبيرة هاي المعقدة مش بس جراح، دكتور التخدير، دكتور العناية المركزة، دكتور الأورام السرطانية، فريق كامل. دكاترة الأشعة. زين تتخيل احنا يعني يوم بدينا هاي الخدمة قبل تقريبا 3 سنوات كان في يعني كان عندنا تصميم وإرادة ان هاي الخدمة نحن ندخلها في هيئة الصحة عندنا في دبي. جميل جميل. طيب دكتور انا ليش اقدر اقول عن هذه الحالة انها انجاز طبي، حالة الطفل هذا؟ يعني هل لان طلع الحين خلاص ما في شيء ولا بعده؟ احنا نعتبره انجاز، لان انا ما اخفي عليك نسبة نجاح العمليات هاي يعني عالميا تقريبا، هاي احنا عندنا الارقام من امريكا 90%. نحن حاليا 5 حالات اللي سوينا لهم
100% الحمد لله. اللهم أوكي. لك الحمد. اللهم الحمد لك لله. زين. جميل. أنا لاحظت حتى أن معظم المشاركين في هذا الفريق أطباء مواطنين دكتور. نعم. يعني أنت ودكتور فيصل بدري. منو كان معاكم بعد يعني؟ كان ويانا يعني إحنا كنا فريق عمل. زين. و إحنا صراحة أقول لك يعني في قسم جراحة الأطفال نحن عندنا هاي كلمة أنا. ما مو موجود. استبدلناها بكلمة نحن. نحن. أساس يكون في روح الفريق. يا سلام. يا سلام. نعم. وهذا أكيد دليل على 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 نجاح العمل في في الفريق تمام. عموما دكتور أنا بتواصل معك وأيضا بفتح المجال لأسئلة الجمهور اللي حاب يشاركنا بعد الفاصل إن شاء الله على الأرقام 600551414 ومن طريق الرسالة النصية على 4006 فاصل ومرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معانا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. طيب قبل الفاصل وقفنا مع الدكتور مأمون المرزوقي رئيس قسم الجراحة جراحة الأطفال واستشاري جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة، وتحدثنا عن الطفل اللي تم استئصال ورم سرطاني من كبده، يعني الله يعافي عيالكم إن شاء الله من كل مرض. وأيضا دكتور يعني قسم جراحة الأطفال يقدم الكثير من الخدمات اللي أنت ذكرتها يمكن بشكل سريع على الفترة الأولى من اللقاء. في عنا مداخلة، طيب ناخذ مداخلة الدكتور ما رجع. تفضل، من معانا؟ ألو، من؟ ألو، السلام عليكم. أم حمدان، تفضلي أختي. أم حمدان كيف حالك؟ يا هلا يا هلا، مشكورين على البرنامج الطيب. الله يسعدك. عندي سؤال، أنا ولدي الحين عمره 5 شهور، مولود في فتحة أسفل الظهر يسمونها، قالوا لي ساكرال ديمبل، فتحة مفتوحة يعني. فما أعرف هذا، هم سووا إسكان وقالوا لي طبيعي. بتسأل أي سؤال دكتور؟ عندك أي سؤال تبغى تسأل تستفسر؟ بس سؤال، هم سوينه إكس راي يعني أشعة الظهر؟ أشعة الظهر، سووا أشعة وسووا ألتراساوند. أوكي. قالوا طبيعي بس يحتاج MRI. إيه نعم، هي إيه نعم. أنا خايفة من MRI يسوي ولا. لا بالعكس، لا تخافي من MRI. إنزين، بس هل هو يحتاج يعني، هل هو يحتاج؟ سؤال أخير بس بسألك أختي، أوكي، بالنسبة لحركة أطراف السفلية حركة طبيعية، يحرك ريلة؟ كله طبيعي، كل شيء. أوكي طبيعي. أوكي. دكتور كل شيء قالوا طبيعي. تمام. شوفي موضوع MRI لا تخافي منه، لأن أصلا ما في أشعة ابدا. الانسان ممكن يسوي MRI مرتين وثلاثه واربعه حتى خلال السنه، مش مثل الاشعه المقطعيه السينيه اللي فيها يعني شوي ضرر على، ممكن يكون فيها ضرر على صحه الانسان. ف MRI حتى الحامل ممكن تسويه، فلا تخافين في الموضوع. طيب شكرا لك يا حمدان. عندك اي سؤال ثاني؟ شكرا. العفو. طيب دكتور نرجع لقسم جراحة الأطفال والخدمات اللي تقدمونها، يعني مثل هذه الاستفسارات كثيرة دكتور، واحد يتكلم أنه أحيانا من الأشياء اللي نسمعها أن الولد فيه فتحة في قلبه، الحين يعني تقول لي فتحة في ظهره. انزين، أنتوا كقسم جراحة الأطفال يعني ممكن الطفل يولد بتشوهات خلقية إن شاء الله مش خلقية، لأن الخلقية هذه تشوهات من هاي الصعب تعديلها. لا إن شاء الله بالعكس، بالعكس إن شاء الله كل الناس فيهم خير وبركة. لكن دكتور يعني هذه التشوهات الخلقية أنتوا كيف تساهمون في عملية العلاج عند الأطفال؟ شو اللي تسوونه بالضبط؟ إحنا دورنا في الحالات هاي بالنسبة للتشوهات الخلقية فيما كانت يعني في الجهاز الهضمي أو في الجهاز التناسلي، في كثير من التشوهات هاي تكتشف خلال فترة الحمل. فنحن دورنا يبدأ من يعني ما يتم اكتشاف هاك الوقت، ونحن نجلس ويا الأمهات ويا الأزواج في المستشفى عندنا،
ونشرح لهم علاج المرض، نشرح لهم شو يعني متوقع منهم خلال فترة الحمل، وشو اللي متوقع بعد الولادة، وكيف تتم العمليات هاي، وكيف تتم المتابعة عقب. فنحن دورنا يعني ما يكون مجرد عند الولادة، دورنا يعني حتى يكون قبل الولادة. قبل الولادة حتى هي خلال فترة الحمل. طيب قبل الولادة الدور مقتصر فقط على النصائح دكتور ولا في أشياء؟ النصائح في أشياء ثانية ممكن تتابعون فيها الحالات فيها، يعني أحيانا ممكن يكون إحنا دورنا يقتصر على المتابعة، بالإضافة إلى بعض الحالات نحن يتم حتى يعني النقاش بينه وبين دكاترة أمراض نساء ولادة إن الحمل يعني يستمر لين 36 أسبوع مش أكثر، لأنه ممكن يكون فيه ضرر على البيبي، وحتى يتم النقاش بينه وبينهم على موضوع طريقة الولادة، هل الولادة الطبيعية هي الأسلم بالنسبة للبيبي أو القيصرية. أتذكر دكتور من فترة يمكن كانت في ولادة غريبة في مستشفى لطيفة، الطفل يمكن في كم شهر طلعت الطفل والله نسيت، إذا كان في 23 أسبوع كان يعني موضوع الطفل طلع لحالة سليمة 24 وأقل، عقب شوي يعني الأمور ما تكون سهلة بالنسبة لنا، بس الحمد لله الطفل أموره طيبة وطلع عندنا من المستشفى واحتفلتوا بعد عيد ميلاده ولا بعدكم؟ والله هذه تروان يتسألون أطباء الخدج الموجودين عندنا في المستشفى، لا إن شاء الله يحتفلون إن شاء الله. بس نرجع دكتور ما نتكلم على الجانب الثاني اللي هو جانب المسالك البولية. إيه نعم. إنزين الحين عند الأطفال جوانب المسالك البولية شو اللي شو هو هذا التخصص، وشو الأشياء الأمراض اللي ممكن تصيب بالأطفال في هذا المجال؟ والله هي يعني أغلبيتها يعني أو تقريبا 90% منها كلها تشوهات خلقية تبدأ من الكلية فوق لحوض الكلية إلى الحالب إلى المثانة، بالإضافة إلى القناة البولية إلى فتحة البول. فتخيل يعني من الكلية فوق لين فتحة البول عندهم تحت، أوكي. تشوهات ممكن تكون تشوهات بسيطة وممكن تكون تشوهات جدا أوكي يعني قوية. نحن قادرين نتعامل مع التشوهات الخلقية الكبيرة؟ الحمد لله قسمنا مجهز أوكي بأحدث التجهيزات، وعندنا كفاءات طبية عندنا في القسم أوكي، قادرين نستوعب الحالات كلها الحمد لله. جميل. طيب دكتور هني أنا أسأل يعني أسباب التشوهات الخلقية اللي تطلع عند الأطفال شو الأسباب عادة؟ في هل لها أسباب يعني معينة خاصة بزواج الأقارب مثلا، أو أشياء معينة الأم تمارسها أثناء الحمل ممكن تؤدي إلى تشوهات، يعني مثل هذه الأشياء تدور في بالي، ولا هي من الله قضاء وقدر؟ هي كلها من الله أكيد يعني هو كلها من الله يعني، بس الأسباب يعني اللي بس في أسباب، في أسباب ممكن نتفاداها نحن البشر يعني. الحين يمكن اللي اتصلت فينا قبل شوي أم حمدان أوكي كانت تطري موضوع الفتحة اللي في الظهر، في الظهر أوكي. في مرات هاي الفتحات في الظهر تكون أسوأ من حمدان عنده، هاي أسبابها يعني ممكن 70% من الحالات نتفاداها لو الأم كانت تاخذ اللي هو فوليك أسيد قبل ما تحمل. للأسف احنا عندنا هني بعد ما الأم تكتشف انها حامل ويكون العمود الفقري يتكون تبدأ الأم تاخذ الفوليك أسيد. أيوة. طبعا هالشيء احنا الحين عندنا يعني ان شاء الله في بدايات السنة الجاية راح نبدأ توعية بموضوع الفوليك أسيد وموضوع الفتق الموجود في الظهر اللي هو يسمونه، والله بالعربي ما أعرف شو يسمونه، يسمونه سباينا بيفيدا يسمونه. إن شاء الله فهمتوا أعزائي المستمعين. أنا ما فهمت دكتور. لازم أطلع بالقاموس. لا لا خلاص. بس هي في أسباب ممكن الواحد يعني لو ياخذ الإجراءات والتدابير المناسبة ممكن يتفادى بعض الأمراض. واكتشف حتى يعني أن موضوع الفوليك أسيد حتى له علاقة بتشوهات الخلقية في قلب الطفل. يعني هذا ننصح نحن الواحد ومالك بالضبط يعبي حرمته يعبي بالضبط فوليك أسيد بالضبط لين وقت العرس بالضبط
هذا هو الإجراء الأمثل. كم شهر يعني لازم تأخذ؟ هي مفروض تأخذه على طول. الحين في إحنا عندنا دول أوروبية بعد ما تتزوج على طول هي تأخذه. حتى ممكن تاخذ قبل ما تتزوج. اوكي. احنا عندنا في الدول الاوروبيه وفي امريكا الشماليه الحين حتى العيش اللي ياكلونه والطحين اللي موجود يكون مقوى بفوليك اسيد. اوكي. هو هذا شو اللي يفيد فيه الفوليك اسيد دكتور؟ هو حاليا اثبت علميا يعني ما في مجال الشك ابدا ان يقلل 70% من مرض اصابه هاي السباينا بيفيدا. يعني تتخيل لو عندك في السنة ينولدون يعني 20 حالة سباينا بيفيدا لو تاخذ فوليك أسد مجرد 6 اللي ينولدون من 20. انت ما تتخيل مدى تأثير هالمرض على الأهالي على المجتمع على الطفل نفسه. زين، لأن احنا العمليات اللي تجرى أساسا هي لتسهيل حياته، بس للأسف هو ما في علاج قطعي للمرض هذا. والله دكتور قبل لا شيء هذا فولك أسد ولا إيش، ما شاء الله طلعنا شحلاتنا ما فينا شيء. الحياة كانت أبسط بكثير من الحياة الحين. لا يعني هي نمط الحياة شوي أثر. طيب هذا بالنسبة للفولك أسد. في أشياء ثانية دكتور ممكن الواحد يتكلم عنها، الممارسات مثل هذه الممارسة إن الواحد يسويها؟ والله في للأسف في الجانب اللي نحن ما نقدر نتحكم فيه اللي هي جانب الجينات. أوكي. في حالات المسالك البولية للأسف هي لا علاقة بالجينات ولا علاقة جزئيا وليس قطعيا. أوكي. موضوع زواج الأقارب. نعم. طيب دكتور بالنسبة لقسم جراحة الأطفال، يا ترى هنالك دائما ما تكون يعني في خطط مستقبلية تحطونها للوصول لأشياء كثيرة ممكن قد تشكل تحديات أو تشكل بعض العقبات بالنسبة لكم، فشو هي التحديات اللي تواجهكم أنتم في هذا المجال؟ إحنا بالنسبة للتحديات اللي عندنا طبعاً تدرون المجال الطبي يعني مجال سريع الوتيرة زين، والتقدم اللي فيه يعني ماشي بطريقة مذهلة. نحن التحديات اللي تواجهنا أن يعني نحاول يعني نكون ماشيين مع التقدم الطبي اللي موجود في الدول الأوروبية، وفي يعني أمور يبالها يعني لا علاقة بالأجهزة الطبية، وفي أمور الثانية لا علاقة بالكفاءة أوكي في إجراء العمليات هاي. طبعا موضوع عملية التعليم المستمر بالنسبة للدكاترة يعني موضوع جدا مهم لا أهمية في أساس نحن نقدر نواجه التحديات هاي بالنسبة لنا. طبعا عمليات المناظير اللي نحن ياسين نتكلم عنها وعمليات الروبوت اللي ياسة تستوي أحيانا، هاي نحن حاطين في بالنا كتحديات. بالنسبة لنا نحن ما في عندنا شيء مستحيل. ممتاز. احنا اهم شيء بالنسبة لنا نحط الاهداف قدامنا ويكون عندنا تصميم وارادة وفكر وعمل، والموضوع ما ينتهي عند حد التمني. دكتور يمكن هنا انا يعني سبحان الله ذكرت شغلة مع التوائم، توائم الاطفال هاي اللي يوم ملتصقين ولا شيء. هذه في عمليات نحن سويناها في مستشفى لطيفة في هذا او في هاي اجريت قبل تقريبا 11 سنة او هي. لا اكثر 12 سنة. عراقيين كانوا اثنيناتهم تم فصلهم واستقطاب الدكاترة من بريطانيا. بس في العمليات هاي الأطفال اللي نولد طبعا هذيل نسبتهم جدا جدا نادرة. أغلب العمليات حاليا هاي يعني لو في شيء من هاي الأطفال السعودية تحاول تستقطبهم. إيه لأنهم متفوقين حتى في هذا المجال يعني لأن تخصصوا فيه وصارت عندهم الكثير من الحالات اللي 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 سووها بالنسبة للتوائم السيامي. طيب آخر سؤال عندي عن يعني قلنا نحن تكلمنا عن الشواهد الخلقية، تكلمنا عن أورام الطفولة، الحروق أي خلينا نتكلم عن الحروق. أنا يعني قبل ما أتكلم عن الحروق أنا أقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. أنزين موضوع الحروق موضوع شائك وللأسف يعني حتى هو يترك أثر
على الجسم ويترك أثر حتى في يعني في روح الأم والأبو. صحيح. هو يجب يعني التفادي موضوع الحروق. الحين حتى في أوروبا وأمريكا الحين بالنسبة لحروق الأطفال يعتبرون كأن إهمال للطفل، جريمة من قبل الوالدين في حق الطفل. مثل يعني كم حالة دكتور أتذكر يعني من فترة مستشفى راشد، حتى كان جايب طفل عمره سنتين طايح من فوق السرير ما أدري شو صاير فيه في رأسه. يعني هذا شو أقول عن هاي؟ نحن كان عندنا، أنا كنت في السويد والحالات هاي الحروق كلها كانت تحت بند الإهمال. صحيح. إهمال الأهالي. نحن ما وصلنا هاي المرحلة عندنا في البلاد، بس نوصل صراحة لأن هذه جريمة. هي تعتبر أوكي إهمال للأسف. أوكي. صحيح. عموما دكتور أنا أبغى أروح مؤتمر التخدير، أنت تكلمت عن فريق التخدير وأهميتهم في عمليات الأطفال، بس خلنا نروح على مؤتمر التخدير، وعندنا زميلنا فيصل بن فارس موجود هناك ينقل لنا الأحداث الخاصة بهذا المؤتمر. صباحك الله بالخير فيصل، وخبرنا شو عندك. يا مرحبا بك، أنا صباح الخير محمود، وصباح الخير دكتور مأمون. صباح النور. يا حكم الله محمود، قبل شوية تمت رفع الجلسة الأولى للمؤتمر العربي 11 للتخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام. طبعا المؤتمر هذا في فندق الانتر كونتيننتال فيستيفال سيتي، كانت طبعا برعاية هيئة الصحة بدبي، وكان هناك معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، وتكلم وأشاد بالحضور. ويعني هناك أيضا معرض مرافق للأجهزة الحديثة وآخر التقنيات التي توصل إليها العلم في مجال التخدير وأيضا في مجال العناية المركزة. محمود، طبعا هناك الكثير من المشاركين، تقريبا فوق 1000 مشارك في تخصص التخدير وأيضا تخصص العناية المركزة، وهناك تقريبا 11 دولة مشاركة في هذا المؤتمر، وهناك 60 متحدث وورقة عمل. ومثل ما قلت لك محمود، أن هناك معرض مرافق للمؤتمر هذا في 25 عارض يعرضون آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في موضوع في علم التخدير وأيضا في العناية المركزة. الجميل يا محمود أن هناك أيضا حضور من أطبائنا أيضا في هيئة الصحة في دبي، وأيضا المستشفيات الخاصة أيضا من مختلف إمارات الدولة، وهذا يعني لنا الكثير محمود أن هناك اهتمام فعلا بهذا النوع من الطب، والكثير لا يعلم أن هذا النوع أو طبيب التخدير هو من أهم عناصر نجاح أي عملية. وأعتقد أن الدكتور مأمون يمكن أعلم منا في هذه الأمور. هذه رسالة على عجالة محمود، وأنا كنت أبغى أحصل على أحد من المتحدثين، ولكن بدأت الجلسة الجلسة يعني مرة واحدة يعني مثل تذكروا الجلسة وكل حد يعني تفرقه، وما قدرت أحصل إحد. ما مشكلة. إن شاء الله لو كان في وقت كان دورنا لكم متحدث يتكلم عن المؤتمر أيضا. زين. عموما نحن ناقلين الفعاليات المؤتمر عن طريق حسابنا في البريسكوب اللي هو DHA_Dubai، وأيضا عن طريق السناب شات، وكذلك عن طريق تويتر ونستغرام بعد. وعندنا عيادة ذكية بتكون. أيوة نعم، أنا كنت بس بغيت ألفت عن الموضوع أن هناك عيادة ذكية في تمام الساعة 11 إن شاء الله من صباح اليوم إن شاء الله، بيكون أيضا معنا ضيوف ونتكلم عن التخدير والعناية المركزة إن شاء الله. إذن حساباتنا في التواصل الاجتماعي DHA من دبي هيلث أثوريتي، DHA_Dubai، أو تكتبون حتى ظني بالعربي ويطلع لكم في السيرتش أوبشن. جزاك الله خير يا فيصل، ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لك. طيب دكتور، كانت هذه بس يعني نقل سريع لأحداث مؤتمر التخدير. بتروح ولا مشهور؟
والله مشغول أدري بك مشغول تأملني يقول لي تيجي قدام الناس أنك بتروح. لا لا يا جماعة الخير ترى والله تعبنا لما يبنا يعني حليل الدكتور ما شاء الله من عملية لعملية ويوم ندش للمستشفى دائما حصلك لابس هاي القحفية ومات الدكاترة اللفة هذه اللفة هاي وملابس العمليات 24 ساعة. الله يعينكم يا دكتور. عموما كلمة أخيرة تبغي توجهها دكتور قبل لا نختم؟ والله أنا أقول لو كل موظف يحط هاي فكرة التميز بالنسبة له كأسلوب حياة وثقافة مثل ما قال سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد تروالي إحنا هاي موضوع خدمة العميل راح تكون بالنسبة لنا يعني راح تكون شيء بديهي. صحيح. أوكي. أنا أقول إحنا خلنا نحط التميز كهدف بالنسبة لنا. خلينا نمط حياة. نمط حياة. أوكي. وأسلوب حياة وثقافة. إن شاء الله أمور تكون طيبة. طيب. وللأمهات شو تقول لهم دكتور؟ أنا أقول يعني للأمهات أوكي. كلوا هذا. هال فوليك أسيد. فوليك أسيد. جدا مهم. أيه. قبل فترة الحمل. وإن شاء الله يعني ما يكون فيه إهمال من ناحيتهم بالنسبة يعني للحروق. في أمور ثانية يعني هي خارج عن إرادتهم تشوهات الخلقية ثانية اللي تصير هاي يعني بالنسبة لنا أوكي هي. بس خلني هاي المسجين أعتقد بعدنا عندنا دقيقة إنزين. بارك الله فيك بارك الله في هذه الفئة المتميزة من الطباب والمشرف لإسم الإمارات وشكر لكم لاستضافتهم وحسن اختياركم. هذه أم طلال الأميري ووحدة يقول صباح الخير دكتور أنا أم لدي 3 أطفال أحدهم متلازمة داون فكرة الحمل تراودني ولكن الخوف من احتمالية تكرار هذه التجربة تمنعني وبالنهاية كل شيء بيد الله لكن شو ممكن أسوي قد ما أقدر عشان حملي يكون سليم وهل زوجي لازم يسوي فحوصات معينة بعد؟ دكتور تقدر تجاوبها؟ أنا يعني أفضل إنزين السؤال يكون موجه لأطباء الجينات اللي هم الجينيتيشن الموجودين عندنا في المستشفى لطيفة. بس من واقع خبرتي. بس طبعاً واقع خبرتي أوكي للأسف ما في شيء ممكن واحد يسويه أساس يتجنب بس خلال فترة الحمل ممكن يأخذون عينات من السائل اللي موجود حوالين البيبي ويكتشفون لو الطفل موجود عنده داون أو ما عنده داون. عموما نتمنى إن شاء الله أن يعني الواحد أنا ما أدري من 3 طفل 1 ما أدري دكتور يعني ممكن تكون في احتمالية أخرى يعني لا إن شاء الله هي عادة احتماليتها مثل احتمالية أي طفل آخر أوكي يعني هي ما فيها يعني نسبة متزايدة في الحالات هاي. طيب أنا عندي 2 دقيقة بعد خلصنا أوكي. عموما جزاك الله خير يا دكتور ما قصرت وإن شاء الله نشوفك مرة ثانية. إن شاء الله. مشكورين على الاستضافة. لا مشكورين على الاستضافة. الله يسلمك يا دكتور. ما تقصرون. كان معنا مستمعين الكرام دكتور مأمون المرزوقي استشاري جراحة الأطفال وأيضا والمسالك البولية وأيضا رئيس قسم الجراحة في مستشفى لطيفة. على أمل نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات أسرة العمل معنا في هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام من الإعداد وكان معنا فيصل بن فارس التنسيق أشواق مسعد الإخراج ناصر محمد سليم عيسى سبيل بعد يلا عشان تعرف يعني الأستاذ الكبير عيسى سبيل واللي لازم نقول اسمه. عموما هذه تحياتي محدثكم وميثة بن بيات بعد موجودة. عموما مستمعينا حتى نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم دائما إن شاء الله بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.